تسمعوني يا شباب؟ نعم دكتور، أنا أسمعك. تمام. يا شباب، أسئلة حتى عن التجربة إذا أشياء ما واضحة بالنسبة لي. أشكو أشياء ما واضحة بالنسبة لكم حتى إن أسألكم السؤال. ساعة تقول لو كان السائل بدرجة الغليان الشد السطحي صفر، السائل لما يصير درجة الغليان هذا ما راح يصير بيه شد سطحي. ليش؟ هسه أشوف إحدى الصور للشد السطحي. وإيش مقصود بالشد السطحي مبدئيا؟ يعني خلي أحاول أشوفكم بعض الصور. يعني أريد أشوف مثلا هاي الصورة، أحاول إنه أشيله. يعني هاي الصورة تلاحظوها أمامكم، حشرات واقفة فوق سطح الماء. الماء إما تصير بشكل سطحي، جزيئات ما تقول اللي بالسطح تكون متماسكة متقاربة مع بعضها متماسكة جدا، فبالتالي تعمل لي وكأنما غشاء رقيق. الماء لو كان في درجة حرارة في درجة غليان مع جزيئات مالته الفابريشن ماله اهتزاز ماله كبير جدا، فبالتالي ما راح تتماسك بهذا الشكل. يعني كل ما تزيد درجة حرارة كل ما تتباعد الجزيئات، واضح؟ لما تصل درجة البخار أو الغليان حيث الجزيئات تصير يعني حركتها عشوائية وكبيرة جدا، فبالتالي ما راح تتماسك بهذا الشكل بحيث تسوي لي غشاء. فلما السائل يصير إلى درجة الغليان بالتالي ما عندي يعني شيء اسمه شد سطحي، انتهينا من هاي الخاصية. هذا الماء يكون مستقر. طيب خلينا نشوف بعض الصور. يعني شوفوا مثلا هذه الصورة يا شباب، هذه يعني تقريبا توضيح للي سويناه نحن. الصورة اللي تلاحظوها الشكل الدائري، هذه الأنبوبة بشكل أفقي مثل ما أنا خليتها. أريد أقيس القطر الداخلي، فأني ممكن أخلي شفت الكروس اللي صاير بالجهاز الترافينج مايكروسكوب الكروس، هذا الكروس ممكن أخليه مثلا عمودي، مرة أخليه بالموضع دي ومرة ثانية بالموضع سي، فبالتالي راح ينطيني القطر. يعني أقيس القطر من هالشكل، وممكن اقيسه بشكل عمودي، ممكن اخليه بالموضع اي بعدين اخليه بالموضع بي، على اعتبار ان القطر هو يعني انا عندي شيء دائري، فالقطر اما ما احسبه اذا افقي او عمودي راح يعطيني نفس القيمه. فعندي طريقتين لقياس القطر، لكن انا اللي استخدمته بالتجربه بشكل عمودي. يعني مره اخذت عد دي ومره اخذت عد سي قراءه، وطرحت القراءتين اعطاني القطر مال اليوتيوب. الرسم الثاني، نجي على الرسم الثاني اللي هو امامكم اللي هو اي. هذا اشنو اللي صار؟ لاحظنا انه الماء ارتفع، بس قلنا ليش انه الماء صار بالعكس؟ يعني صار الماء من جوا والهواء من فوق، لان يعني العدسه المحدبه من صفاتها انه تقلب لي الصوره. اوكي؟ فبالتالي هذا اللي صار عندي. ايضا ما هي الصوره توضيحيه اكثر، تبين لي انه انا لما وضعت التيوب، هذا التيوب لما وضعته داخل الماء لاحظت انه الماء ارتفع. الماء ارتفع داخل التيوب، ايش قد ارتفاع؟ بمقدار ايج. على أي أساس ارتفاع؟ يعني أشنو اللي يخليه يرتفع بهذا الارتفاع؟ القطر مع الأنبوبة، كل ما كان القطر يعني صغير جدا كل ما كان الارتفاع أكثر. ولاحظ أنه الماء أخذ تقعر، يعني آخر شيء الحافية ماله فوق العليا، شوفوا لما كبر هو أخذ شكل مقعر. ليش؟ لأن يعني الماء عنده خاصية أنه يعني يتلاصق مع الجزيئات الأخرى لمادة أخرى أكبر مما يتماسك مع جزيئاته مع الماء نفسه، فبالتالي الجزيئات اللي تصير بحافية الماء يعني مع الزجاج تتلاصق بنسبة أكبر، فتصير كأنما مقعرة. لو كان التماسك مع جزيئات الماء مع بعضه أكبر فيكون شكله محدب مثل الزئبق. طيب خلينا نشوف بعض الصور أيضا ممكن تفيدنا. يعني شوفوا هذه الصورة ولو صغيرة جدا بس نحاول نكبرها. شوفوا لما عندي أقطار مختلفة، كل ما كان القطر رفيع كل ما الماء ارتفع بشكل أكبر. يعني هذا الحوض مال الماء،
وهاي الأنابيب عندي بأقطار مختلفة. فشوفوا هذا أول واحد قطر ماله كبير، فارتفاع ما بي قليل، قطر رفيع أكثر، قطر رفيع أكثر أشوف الارتفاع مالي أعلى. ممكن يجينا سؤال شنو العلاقة مثلا بين القطر وبين ارتفاع الماء خلال الأنبوب الشعري. طيب خلينا ناخذ صور أخرى أيضا، يعني هاي خلينا نقول كأنما صورة حقيقية. شوفوا الآن لما وضعنا هذا الماء خلال عفوا هذا الأنبوب الشعري خلال هذا الماء الملون، شوفوا أنه ارتفع بهذا المقدار. وهي لها تطبيقات يعني واقعية، خلينا نقول طبيعية، وأقول لها تطبيقات طبية، أو ممكن نحن نجاوبكم عليها باعتبار أنه هاي راح تكون من ضمن الأسئلة معكم. شوفوا هذا أيضا الرسم الآخر يوضح لي لما نخلي أنبوب شعري داخل الماء راح يرتفع الماء خلاله بمقدار معين، ما أعرف مقداره إيش. فبالتالي نحن في تجربتنا نحن كان شغلنا إيجاد الارتفاع والقطر مال الأنبوب حتى أقيس الشد السطحي. أمير يسأل يقول دكتور أكو شد سطحي بالسوائل الأخرى؟ طبعا أكيد، كل سائل ما دام عنده جزيئات ومتماسكة مع بعضها فأكيد بيه شد سطحي، لكن قوة الشد السطحي تختلف من سائل لسائل، تعتمد على قوة الترابط بين الجزيئات. أوكي، فأكو جداول ثابتة لكل يعني لكل سائل له قيمة الشد السطحي الخاص به، مثل ما نقول لكل سائل له كثافة الخاصة به، مثل ما نقول لكل سائل له الزوجة الخاصة به، ايضا سائل هو الشد السطحي الخاص به بقيم ثابته يعني. طيب دكتور شو نسوي اذا كان كل ما قطر التيوب صغير يكون الارتفاع مع الماء اعلى؟ لان خاصيه التلاصق تكون اكبر، فبالتالي انت كل ما قللت القطر، كل ما قللت القطر كل ما انه الماء اقترب من الحوافي مع الزجاج. كل ما انت تقلل القطر الماء يكون اقرب الى الحافيه مع الزجاج، اقرب الى الزجاج، فيزداد قوه التلاصق ماله. كل ما تزداد قوه التلاصق كل ما الماء يرتفع لاعلى. شوف يعني هاي الصوره توضح الجزيئات اللي قاعد تلتصق، يعني اخذنا هاي المنطقه الدائريه الصغيره وكبرناها، فلاحظنا انه يفترض لو الماء عدل يفترض انه لها الجزيئات تنتهي خلاص، هذا خط مستقيم صار. لكن اللي يصير شنو؟ انه جزيئات مال الماء تريد تلتصق بالزجاج اكبر ما تريد تتماسك مع نفسها مع الماء نفسه. فبالتالي تعمل الجزيئات تصعد لي فوق حتى تلصق مع الماء أكبر، تصعد لي فوق حتى تلصق مع الماء أكبر. فنلاحظ يصير عندي آني هاي الخاصية أنه يرتفع الماء إلى الأعلى. طيب شوفوا هاي أيضا إحدى الصور، يعني هاي الصور الحقيقية خلينا نقول اللي تبين لي خاصية الشعرية للماء. طبعا الماء ملون يعني حتى بس يبين الارتفاع، فتشوفون أنه هذا القطر ماله كبير فالارتفاع ماله صغير، وهذا القطر ماله أكبر أصغر فالارتفاع ماله أكبر. نحن اللي كنا عريض نقيسه عريض نقيس الارتفاع من هاي الحافية إلى حافة الماء، هذا كان يمثل الارتفاع يعني الإج بالسؤال. والقطر مثل ما لاحظنا أنه هذا الجيوب الأنبوب الشعري خليه بشكل يعني عمودي على الناظر، عمودي على العدسة مال الترافلينج مايكروسكوب حتى أقيس من خلال القطر. من عرفت القطر والارتفاع خلاص انا حسبت الشد السطحي اللي يحصل بداخل التيوب. زين من الاعلى الشد السطحي للماء لو للزئبق، هنا ما راح نقارن بهذا الشكل، احنا هنتكلم عن مثلا تلاصق وتماسك الزئبق. هسه راح اشوف احدى الصور مال الزئبق ومال الماء. يا حسن هسه ثواني بس اشوف صوره للماء والزئبق. خلي نشوف أمير الدكتور إذا أخذنا أنابيب شعرية غير زجاجية تتأثر الحسابات مال الشد السطحي؟ هنا تعتمد على قوة التلاصق. نحن ما عم نحسب نحن ما عم نحسب يعني مثلا شكو قوة بين الزجاج وبين الماء، نحن عم نحسب فقط الشد السطحي مال الماء. أوكي، يعني التجربة الغاية منها عم نحسب فقط الشد السطحي اللي عم يحصل للماء بغض النظر عن الأنبوب اللي يحتوي. لكن إذا نتكلم عن قوة التلاصق والتماسك بين الماء مع المادة الأخرى، معناته راح ندخل عامل آخر اللي هو المواد الأخرى، قد يكون مثلا بلاستيك وبلاستيك أو غيره وغيره. هي تأثر على التجربة، لكن احنا سبق وتعلمنا أنه لما آخذ تجربة وآخذ أي شيء فيزيائي أتكلم عن متغيرين فقط، ما أضيف عوامل أخرى حتى لا نصعب الأمور علينا. صفد يقول دكتور الشد السطحي تقعر فقط لو تحدبها؟ الشد السطحي للماء لأنه
قوه التلاصق مالته اكبر من قوه التماسك، يكون تقعر. اما الزئبق ما يكون تقعر، يكون تحدب، والماء ما يرتفع بالانبوب الشعري، ينخفض. تمام. مصطفى يقول دكتور الوحده مالتي نكتب الوحده الاخيره بس. مصطفى يعني انت اذا مثلا بالامتحان قلت لك وجد قيمه الشد السطحي وقلت لك انت نزلت القانون كتبت الوحده مالته خلاص، بس اذا اني بالسؤال قلت لك اشتق الوحده مال الشد السطحي، هنا لازم انت تتعلم كيف يصير الاشتقاق مال الوحده مثل ما انا اشتقيته امامكم. وايضا اعطيتكم سؤال اذا تتذكرون يا شباب بالفيديو، انه قلت لكم الوحده اللي وجدتوها بالداين على السنتيمتر كنتوا حولوها على نيوتن لكل متر، واعتقد سهله جدا تكون. عبد الغني يقول دكتور يعني الشد السطحي العالي عائد الى انه الجزيئات الماء تتماسك مع بعضها وتتباعد عن الجزيئات الثانيه؟ لا بالعكس، بالعكس لا ما بهذا الشكل. هسه راح اشوفكم صوره، يعني شوفوا هذه الصوره تقارن بين الماء والزئبق. شوفوا الماء ايش صار به لما خلينا انبوب شعري، هذا الانبوب الشعري مثلا، الماء ارتفع يعني بدا يتلاصق الجزيئات ما يتلاصق مع الزجاج، والزجاج يسحب الجزيئات الباقيه فصعد بنسبه معينه وخل هذا الوضع. شوفوا لما خلينا انبوب شعري بالزئبق ما الماء ما عفوا الزئبق ما صعد. ليش؟ لان الزئبق ما يريد يتماسك، يعني ما يريد يتلاصق مع الزجاج، قوه التماسك مع بعضه اكبر. فتلاحظون مثلا لو ينكسر محرار زئبقي، تشوفون الزئبق ايش راح يصير؟ عباره عن كرات صغيره ملتمه مع بعضها، يعني ما تاخذ ما تنتشر خلينا نقول بشكل سطحي كبير، تاخذ اصغر مساحه سطحيه ممكن تكون بشكل مثل الدعاب الصغيره، تصير مثل كرات صغيره. ليش؟ لان قوه التماسك مع جزيئاتها مع بعضها اقوى من قوه التلاصق مع جزيئات اخرى مع الماده اخرى. فبالتالي تشوفون الزئبق ما يتلاصق مثلا على السطح اللي انكسر فوقه، لا يكون مدعبلين مثل الاتبال صايرين. فنفس الشيء هنا الزئبق ما يريد يتلاصق مع الزجاج، يريد يبقى متلاصق مع نفسه. فبالتالي ايش صار بيه؟ اخذ هذا الشكل، يحاول ياخذ اصغر مساحه سطحيه ممكنه. اوكي؟ اوكي مصطفى هسه ارجع لك على الار كيف ممكن نحسبه. طيب خلي ارجع على السؤال مال مصطفى. يا شباب هذا القطر اللي انا اتكلم عنه، هاي الصوره احاول اكبرها اكثر. يعني هسه هذا الشخص ماسك الانبوبه الشعريه بشكل عمودي للناظر. فانا ايش الاحظ امامي؟ تلاحظون انه عندي هذا القطر الداخلي مال الانبوبه الشعريه وهذا القطر الخارجي، القطر الخارجي ما له شغل به. وهذا السمك مال الزجاج مال الانبوب الشعري. اني كلامي اريد احسب هذا القطر الداخلي. هذا اريد احسب اجل قيمه القطر. أنا ما عندي جهاز يعني ممكن بهذا يعني الدقة بحيث يدخل داخل المنطقة ويحسب لي، واضح؟ فبالتالي أحتاج أنه أعرف كيف أقيس هذا. فأش أعمل؟ أشوفكم الصورة اللي من خلالها حسبنا القطر. هذه الصورة، هذا القطر الداخلي نفسه وهذا القطر الخارجي. القطر الخارجي ما يعني بشيء لان الماء يرتفع داخل القطر الداخلي. فاعمل اللي اجيبه اجيب هذا الخط الكروس عندي اني خط صاير عمودي يعني عمودي افقي، اخليه على الحافيه الاولى مال الانبوب الشعري. طبعا هذا الخط من الجواب النهايه انا عندي يقرا لي قراءه معينه، خلي يقول قرا لي مثلا 5 هنا، خلي لنفرض يعني جدلا رقم اعطيناه من عندنا لنفرض 5. طيب بعدين انا حركت هذا الكروس، حركته عندي، شفتوا هاي الرول اللي كنت انا حركتها بالجهاز، حركته لما وصلته على الحافيه الثانيه فصار الخط على الحافيه الثانيه، فقرا هنا 9. طيب معناته هذا ايش هاي المسافه اللي انا مشيتها؟ راح اقول 9 ناقصا 5 معناته هذا القطر ماله 4. واضح يا مصطفى؟ بهذا الشكل قسنا القطر. جوان يقول يعني إذا ارتفع سائل الماء خلال الأنبوبة يحدث تقعر، وإذا ارتفع الزئبق خلال الأنبوبة يحدث تحدب. الزئبق ما يرتفع يا جوان، شفت بعيني شفت الصورة مال الزئبق، الزئبق ما ياخذ ارتفاع، الزئبق ينخفض أصلا. ليش؟ لأن قوة التماسك أكبر من قوة التلاصق، يعني الزئبق يريد يتماسك مع جزيئاته أكبر من ما يريد يلتصق مع جسم آخر.
فبالتالي ما يريد يلتصق بالزجاج، فايش يعمل؟ يبقى متماسك، ينزل جوه يتماسك مع جزيئات مالته، فياخذ وضع التحدب. يعني لو اجي اكبر إيه هاي المنطقه الصغيره، راح الاحظ ان الجزيئات ما زي بقى متماسكه مع بعضها اكثر ما هي متلاصقه مع الزجاج، عكس الماء. الماء لما شفنا الصوره قبل شويه، شوفتكم اياه، لاحظنا انه الماء قبل شو هاي الصوره، لاحظنا انه الماء يلتصق بنسبه اكبر ما يتماسك مع بعضه. يعني شوفوا هاي المنطقه، لو افترض ان الماء يكون خط عادل مثلا، لكن بما ان قوه التلاصق ماله اكبر، يعني بما انه يريد يتلاصق مع الزجاج اكثر ما يريد يتماسك مع نفسه، فلاحظ انه الماء يعني يرتفع وياخذ الشكل المقعر. ليش؟ لان الماء عند الحوافي قريب جدا على الزجاج، فالزجاج يسحبه فيكون بهذا الشكل المقعر. دكتور عمر يقول: دكتور تقدر تعيد شلون قصه الارتفاع؟ اوكي عمر، يعني هاي الصوره اللي امامنا، هسه هاي الصوره اللي امامنا اللي يريدنا. احنا ايش عملنا؟ جبنا الكروس مالتي، انا عندي كروس، تعرفون ايش اقصد بالكروس؟ يعني علامه الزائد. جبت العلامه مال الزائد اللي انظر بها من خلال الترافل مايكروسكوب، خليته بهذا الموضع، إيه انا مع حافه الماء بهذا الخط خليته، فحسبت هذا الايدج. ما يهمني يعني اي هو الايدج 1 وهو الايدج 2، انا اذا وجد ارتفاع اوكي. خلينا نقول لنفرض خلينا الارتفاع هنا، خلينا الكروس هنا يعني علامه الزائد، هنا بالضبط الخط مال الافقي لامس الخط مال الماء، وقرا لي هنا خلينا نقول مثلا 2. انا اتكلم عن ارقام عشوائيه بس حتى افهمكم الفكره. بعد ما وصلت، بعد ما خليت الخط بهذا الشكل، رجعت انا وفريت البكره حتى اخلي علامه الزائد تصعد لاعلى، فبدات تصعد 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 علامه الزائد لما وصلت الى هنا الى هذه الحافيه اوكي. وايضا جيت قريت هنا، اجد القياس كان مالتي، اجد قرا من يعني حركه البكره الجهاز من جوا هذا البيدع اشارات، ايش كان يقرا؟ فشفت انه يقرا مثلا 8. فانا ايش اقول؟ اقول 2 ناقصا 8 معناته 6، اذا ارتفاع هذا الماء هو 6. هاي ارقام عشوائيه رمزيه يا شباب اوكي. انا يعني بالجهاز اذا شفتوا الصور ماله، طبعا ما اعرف اذا موجود ولا لا، القياسات ماله جدا دقيقه، يعني يعطيني بالاعشار اوكي، يعني اعشار القراءات. فبالتالي يعني انا عدد ارقام اقول مثلا 6 وهي الامور، لكن هو يعطيني بالاجزاء. لو موجودين مثلا يعني لو حضوركم بالمختبر الفعلي كان راح تشوفون بالضبط الارقام على قصد عليها. اقرا الحضور مصطفى بس بعد وقت، واصلا الحضور مالكم يسجل اوتوماتيكيا، يعني عندنا برنامج بحيث يسجل حضوركم اوتوماتيكيا، لكن حتى اميز الشعب مالكم ايضا راح اعطيكم رابط حضور للتاكيد. احد عنده اسئله بعد يا شباب؟ شيء ما واضح؟ التجربه كلها واضحه؟ دكتور بالامتحان احنا شلون نعرف الايدج؟ امير بالامتحان يجيك جاهز، يعني انا اقول لك علما ان الارتفاع هالقد، او اقول لك مثلا انطيك قيمه الشد السطحي مال الماء، وانطيك القطر مال الماء، واقول لك جد الارتفاع ماله. فانت عندك قانون بمتغيرات، ما دام اعطيتك 2 وعدد منك الثالث صار مجهول، خلاص ما عندك بيه اي مشكله. يعني لا توقع مثلا بالامتحان اقول لك تعال قيس قدامي الارتفاع ايش قد صاير. انت ما اشتغلت بايدك. العفو. بعد احد عنده سؤال؟ شيء ما واضح؟ يعني هاي المسافه الصغيره حسين، هاي المسافه الصغيره اللي امامكم بالصوره، يعني هاي الدائره الخضراء اللي سير عليها، يعني ما راح تاخذ لي من الحسابات شيء معين، انا اخذ عند كانما سطح الماء المقعر او المحدب كانما اخذه خط عدل، كانما مستقيم عدل اخذه اوكي. فبالتالي هاي يعني
الأجزاء المليمترات يعني ما ممكن أن تغير لي بنسبة كبيرة بالشدة السطحية مالها، فأنا أخذ المعدل أو الكروس الخط العدل من الأفقي مالته اللي لامس الحافية مال الماء. بعد يا شباب عفوا، هاي التجارب هم لها أسئلة كلامية طبعا، يعني هسه دكتور محمد هيجهز لكم أسئلة مرتبة إن شاء الله، من تخلصون إن شاء الله اليوم راح نبعث لكم إياها، يعني إن شاء الله قبل الظهر هي أيامكم، وأيضا تحلوها ونتناقش بها إن شاء الله. ماكو تجربة تاخذوها إذا ما راح تجيكم معاها أسئلة، والأسئلة طبعا لفائدتكم، لأن أنت إذا بدون أسئلة ما تعرف، يعني هسه كثير شباب يسألوني يقول أستاذ شلون تجي الأسئلة على التجارب، فهاي الأسئلة عم نعطيكم الحين اللي قدام، يعني هاي خلينا نقول وسائل تعلمك شلون شنو اللي راح يصير، شنو اللي راح تشوفه أنت بالتجربة بالامتحان، يعني الأسئلة مالها. إذا أحد عنده سؤال. طيب أوكي أمير يقول يعني دكتور يعني هاي اللي عم دزلكم هي خلينا نقول الأسئلة تجي على نمطها، مو تجي نصا نفسها بس على نمطها، يعني شوية أغير لك برقم نفس الفكرة شوية بس أعدل عليها، يعني أنت إذا عرفت حليت هاي الأسئلة معناتها لا تخاف من الامتحان، هذا القصد، إذا عرفت أنت تحل الأسئلة معناتها لا تخاف من الامتحان، يعني ما راح نجيب لكم شيء مثلا بحياتكم ما شايفيه، لا طبعا نجيب لكم الاشياء اللي انتم يعني على نمط الاسئله اللي بعثنا لكم اياها على اساس نشتغل. اكو اسئله مصطفى موجوده نصا بالملزمه، يعني اكو اسئله نسالها مثلا قوانين مؤثره والامور، يعني اكو نصا من الملزمه تلاقي جوابها، واكو منهم تحتاج انه انت كنت شفت المحاضره او حضرت المحاضره حتى تفهم الجواب، يعني اكو منهم بحكينا احنا خلال المحاضره يعني بالمختبر او بالفيديو، واكو منهم لا نشاط خارجي. اوكي يعني من اقول نشاط خارجي يعني يحتاج انه انت شويه تدور عليه، يعني الاسئله صار على شكل مستويات. طيب الحضور إلى حد هذه اللحظة 45 شخص موجودين من الحضور، وحتى نعرف الشعب فقط راح أبعث لكم رابط الحضور. ملاحظة بس تقولها يا شباب أنه لا تدخل بالإيميل غير الجامعي، يعني اليوم بعض يعني بنت وولد ما راح اذكر اسماء منه دخلوا بايميل غير جامعي ووافقت، يعني اليوم وافقنا بس بصراحه بالايام الجايه ما راح نقدر نوافق، لان يعني ما نعرف الشخص اللي مقابلنا منه اللي يدخل على الصف، فتحاولون تدخلون بالايميل الجامعي حتى اذا جانا اي زائر او اي شخص نحن نعرف كيف نتعامل مع الموقف. هذا الرابط ايضا حضور ثاني راح يتسجل، انا عندي حضوركم الاول هسه، هذا بس حتى اميز الشعب مالتكم، فكل من يدخل على شهود فقط.